بسم الله وعلى بركة الله. جمهورنا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الرابع في هذا المساء للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محل المبتدئة والفائزة بسباق أو سباقين لمسافة 1200 متر بمشاركة 11 راس على الممر الرملي في نادي السباق والفروسية. العصف المقدمة رقم 8 مع المدرب وسيم الصحن ملك السادة مغيرات وأيضا الخيار يوباشرو. من الجهة الخارجية المتابعة تأتي من الضرغام بوثيرة رقم 4 المدرب حمد خالد الأحمد ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيار ريان كوراتولو. المركز الثالث هنا المتابعة تأتي من فود والمدرب حمد خالد الأحمد ملك السيد منصور المنصوري والخيال ماركو كازامنتو. الجهاد والتوجه الآن نحو المنعطف الأخير في هذا الشوط، يتابع الصدارة مع رقم 4 رضغام بوثيلة مع الخيار ريان كوراتولو والمدرب حمد خالد الأحمد. المتابعة تأتي أيضا من رقم 8 العصا والآن خود والتقدم المدرب محمد خالد الأحمد في الصدارة حتى الآن في راسين مشاركة من خلال رضغام بوثيلة ريان كوراتولو والسيدة صبحية عوض إبراهيم بشعار البنفسجي إلى المركز الأول والصدارة. رضغام إلى الأمام إلى الصدارة في هذا الشوط ولكن محاولة من قاطع من الجهة الخارجية إلى المركز الأول الصدارة مع هارب الثري إلى الصدارة. إذن قاطع الطريق ويختف صدارة هذا الشوط من ضرغام بوثيلة رقم 5 مع المدرب جاسم محمد. هنا النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الرابع. الصدارة لرقم 5 قاطع المدرب جاسم الغزالي ملك السادة مربط إنجاز والخيال هاري بنكلي. ثاني المراكز لرقم 4 ضرغام بوثيلة المدرب محمد خالد الأحمد ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيال ريان كوراتولو. المركز الثالث لرقم 10 من خلال تواجد خود المدرب محمد خالد الأحمد ملك السيد منصور خليل مبارك المنصوري والخيال ماركو كازامنتو. المركز الرابع لرقم 3 خلال تواجد سلاي فلايا المدرب ابراهيم سعيد المالكي ملك الشيخ احمد بن جاسم الثاني والخيال ادواردو بيدروزا. خامس المراكز لرقم 12 لجينة بوثيلة مع المدرب علي محمد الصعاق وملك السيد راشد علي محمد الصعاق المري والخيال راشد علي الصعاق. المبروك للفائزين في الشوط الرابع بانتظار بقيه اشواط هذا المساء.